قتل 13 مسلحا من حركة طالبان في غارة جوية منفصلة لقوات التحالف الدولي في أفغانستان على إقليمي باكيتا وغزني جنوب شرقي البلاد. هذا وأفاد مصدر بالجيش الأفغاني بتدمير شاحنة ومجمع تابعين لمسلحي طالبان. يأتي هذا فيما قتل 5 على الأقل من قوات الأمن الأفغاني وأصيب 7 آخرون إثر هجوم شنه مسلح حركة طالبان على قاعدة مشتركة للجيش والشرطة في إقليم سربل الواقع شمالي البلاد. هذا وأعلن الجيش الأمريكي مقتل 3 من جنوده ومتعاقد مع قوات الأمريكية في أفغانستان جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب قاعدة بيجرام الجوية القريبة من العاصمة كابول، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.